المشاركة في دورات الأونلاين بتختلف تماماً عن المشاركة في الدورات الحضورية في معهد أو مدرسة. نبدأ بالشروط التقنية. أول حاجة لازم يكون عندك إنترنت قوي. تاني حاجة لازم يكون عندك كمبيوتر أو لابتوب أو تابلت، بلاش موبايل. تالت حاجة إن يكون عندك سماعات رأس أو يكون عندك مايك محترم وسماعة كويسة. ورابع حاجة طبعة عشان تقدر تطبع أوراق العمل وكل المستندات اللي أنا ببعتها لك. الشروط اللي لازم تتوافر في المشاركين في كورسات أونلاين هي قدر كبير من تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس. طبعا يتطلب دراسة ذاتية في البيت وتحضير المادة العلمية اللي أنا ببعتها لك قبل المحاضرة وإرسال الواجبات اللي أنا بطلبها منك بعد المحاضرة. أستناك في الكورسات.